طب صباحكم متابعينا وأهلا بكم في نشرة أخبار اليوم مباشرة من غرفة أخبار الآن. كثف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس ضرباته على رفح، الأمر الذي ضاعف المخاوف على مصير أكثر من مليون فلسطيني تضيق بهم هذه المدينة في جنوب قطاع غزة، في موازاة جولة جديدة من المحادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس. واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الخميس جولته الخامسة في الشرق الأوسط بعدما حض إسرائيل يوم الأربعاء على حماية المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة، وهذا رداً على هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر. وللحديث أكثر عن المزيد من التفاصيل في هذا الخبر وغيرها من الأخبار ينضم إلي الزميل وليد. صباح الخير يا وليد. صباح النور يا رب. وليد، طبعاً كما نرى أن إسرائيل تقصف رفح وواشنطن تحذر الآن لأول مرة من تحذر إسرائيل لكي يعني تأخذ حيطتها وتلتزم بعدم استهداف المدنيين والحد من الخسائر المدنية في قطاع غزة. يعني كما قلت هناك العديد من الدعوات لإسرائيل لمحاولة حماية المدنيين وأخذ الحيطة في استمرارها لعملياتها العسكرية، وخاصة في المنطقة الأخيرة التي بقيت للمدنيين وهو الذهاب إلى رفح وتجمع العديد من النازحين الفلسطينيين في تلك المنطقة والذي بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون الشخص. لكن نتنياهو مصر على استمرار العملية العسكرية في غزة والقضاء على حماس بشكل نهائي، وهذه يعني العملية العسكرية وخاصة في تلك المنطقة ستسبب ضغطا كبيرا ليس فقط لأهل غزة بل أيضا لمصر وللمجتمع الدولي وغيره من يعني هذا سيضغط أيضا لحصول على اقتراب هدنة ربما قريبا. إضافة إلى ذلك يعني خاصة على أن هذا الوضع يعني في رفح هو وضع مأساوي جدا، وخاصة في نقص الغذاء والدواء والماء والحالة الإنسانية الصعبة. يعني كما صدرت عدة يعني دعوات من منظمات إنسانية عديدة منها توصيل الدواء والغذاء لتلك المنطقة رفح، وخاصة بعد انتشار الأوبئة والأمراض. يعني نتكلم عن أعداد بالملايين من النازحين الفلسطينيين في تلك المنطقة في مساحة جدا صغيرة، ولك أن تتخيلي يعني الظروف المعيشية يعني في تلك المنطقة. لكن مع استمرار العملية العسكرية البرية لإسرائيل وخاصة الآن تستهدف فيها رفح، يعني سيسبب ضغط كبير على المدنيين في تلك المنطقة مع دعوات الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المدنيين في مع استمرارها بالعملية العسكرية سيكون هناك ضغط على جميع الجهات. نعم. وننتقل إلى خبر آخر يا وليد، في حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إبحار مستشفى عائم متكامل متجه إلى قبالة سواحل مدينة العريش المصرية، وهذا لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. نعم، يعني رولا هي ليست المرة الأولى التي تقدم بها دولة الإمارات يعني الدعم لغزة، وخاصة يعني عدة مرات قبلها كان هناك استضافة للعديد من أطفال الفلسطينيين لعلاجهم في نعم لعلاجهم منهم الجرحى ومنهم المصابين بمرض السرطان. يضم المستشفى رولا العائم الذي أبحر من ميناء خليفة ويقام بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى ممرضين ومهن أخرى مساعدة. تبلغ سعة أسرة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر أيضا وصيدلية ومستودعات طبية، إضافة إلى طائرة إخلاء وزورق إخلاء طبي، وإضافة لسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.
والجدير بالذكر أيضا رولا بأن هذا المستشفى العائم يعد خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم تدشينه في 3 من ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادر طبي مكون من 64 متطوع من 17 جنسية. يعني الدعم ما زال مستمر للمدنيين في تلك المنطقة، وخاصة كما قلت سابقا في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة تم تقديم المستشفيات والكوادر الطبية وهذه السفينة كما قلنا سابقا العائمة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. نعم، وننتقل إلى آخر التطورات في اليمن يا وليد. أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها نفذت ضربات استهدفت 4 زوارق مسيرة مفخخة و7 صواريخ كروز كانت جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر من جانب الحوثيين في اليمن. طبعا قالت القيادة العسكرية أيضا يا وليد أن هذه الزوارق والصواريخ قد رصدت في مناطق باليمن يسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإيرانية. يعني ما زال الصد والرد في المنطقة البحر الأحمر مستمرة حتى اللحظة، وتصعيد من قبل الحوثيين يعني في هذه المنطقة. يعني هم مستمرين في استهداف السفن الشحن التي حتى يعني 60 و70% منها لا يعني ليس لها أي علاقة بما يحدث أو في حال الحرب في غزة، إضافة إلى العديد منها يرفع أعلاما لدول أخرى أيضا ليس لها أي علاقة في الحرب في غزة. لكن الحماية الدولية والتحالف الدولي موجود في هذه المياه الإقليمية، إضافة إلى يعني محاولة لحماية هذه السفن التجارية في ظل الانتهاكات التي يستمر فيها الحوثي في انتهاك هذه المنطقة للملاحة الحر يعني حرية الملاحة البحرية، وخاصة أن هناك العديد من السفن التجارية التي تطلب الدعم أو النجدة عند اتجاه صاروخ مسير أو مسيرات أو عدا حتى عن جديد. يعني هناك سفن مفخخة أيضا، وعند إصدار طلبات الإغاثة تتجه الفرقاطات والسفن الأمريكية الحربية وتصد يعني عدد كبير من هذه الهجمات، منها المسيرة ومنها صواريخ الكروز ومنها كما قلت سابقا القوارب المفخخة. يعني حتى الحوثي صرح بأنه يعني هذه الهجمات ستستمر، وفي المقابل أيضا التحالف قال بأنه سيضرب مصادر إطلاق النيران على السفن التجارية في تلك المنطقة بشكل كامل. يعني نعم. وفي خبر آخر يا وليد، أكدت شركة متى يوم الخميس أنها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وهذا وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة. إذن ما هو سبب يعني حظر حسابات خامنئي وسبب هذه التوترات؟ يعني خامنئي يعني هو يعني استلم إيران من أكثر من 30 سنة، يعني ولديه أكثر من 5 ملايين متابع على الإنستغرام عدا عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. يعني لكن في منشوراته دائما يعني ما يحير المسؤولين عن هذه المنصات، يعني وخاصة يعني في ظل المنشورات التي ينشرها، فهي دائما منشورات عدائية. نعم. يعني ضد يعني دائما تدعو للقتل وتدعو للإكراه، تدعو للعنصرية، فكان دائما موقف غريب يعني تتبعه هذه المنصات. يعني فتم إجراء يعني مؤخرا هذا النوع من الإقصاء لهذا أو إغلاق تام لهذا الحساب بشكل نهائي بعد مشاكل عديدة، يعني وخاصة على منصة إنستغرام، فهناك كان العديد من منشورات الكراهية، وقبل أعوام أيضا قبل أن يشتري إيلون ماسك يعني منصة إكس أو تويتر سابقا، يعني كان هناك نوع من هذه نشر هذه المنشورات، وقامت تويتر سابقا بإغلاق حساباته كاملة في عدة لغات. يعني كما نعلم بأن له كان حساب باللغة الفارسية والعربية والأجنبية، وتم إغلاقهم 3 حسابات بشكل كامل بسبب نشر هذه المنشورات ودعم حتى الجماعات الإرهابية. نعم. وفي آخر خبر لدينا اليوم يا وليد، وإلى نوعية أخرى أيضا من الأخبار، أعلنت شركة جوجل إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها بارد المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلقت عليها اسم جيميناي، بالإضافة إلى واجهتها الأكثر تقدماً حتى الآن ألترا 1O0. طبعاً تفاصيل أكثر عن هذا التطبيق معك يا وليد. يعني ما زال الذكاء الاصطناعي يبهرنا حتى اللحظة، والتقنيات والخدمات الجديدة التي يدخل بها بشكل يومي يعني، وخاصة الآن قدمت لنا جوجل أو جيميناي هذه الخدمة الجديدة من الذكاء الاصطناعي. يعني تستطيع الآن هذه التقنية أن تدخل في عالمك بشكل خاص أكثر، يعني حتى أن تستطيعين إنتاج الصور، تعديل الصور بشكل ذكاء، يعني تدخل فيها الذكاء الصناعي بشكل جميل جدا يعني، وحتى شبه غير ملاحظ، إضافة إلى أيضا مساعدتك شخصيا على التحكم بجهات الاتصال، ويعني أصبح لديك مساعد شبه بشري، أستطيع أن نقول ذلك يعني، خاصة يعني بهذه التقنية الجديدة، يعني يوسع أيضا خدمات التي يقدمها لنا الذكاء الصناعي، عدا عن وجود أيضا العديد من الناس. يعني هناك فريقين لنقل ذلك، هناك فريق مع هذه التقنية الجديدة والقوية، وهناك فريق آخر يعني ضد هذه الفكرة تماما يعني. لكن ما نراه الآن، هناك العديد من الشركات التي تقدم فعلا نتائج إيجابية يقدمها الذكاء الاصطناعي، يعني يساعدك في عملك، يساعدك في النصوص، يساعدك في الأفكار، في ترتيبها، في ترتيب يومك، في حاجات يومية، يعني دخل في كل شيء الذكاء الاصطناعي. وفعلا يعني النتائج التي نراها الآن من استخدامات الذكاء الاصطناعي التي دخلت الآن حتى في الأجهزة الذكية، يعني آخر موبايل أطلقته سامسونج هو مدعوم بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي، يعني الكاميرا وجهات الاتصال وغيرها، حتى المساعد الشخصي أيضا للجوال الجديد، يعني كل شيء في تطبيقات الموبايل الآن أصبح يدخلها ويساعد فيها الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني شيء يعني ما بتوقع حدا بيقوله لا يا رول. طبعا شكرا لك يا وليد على كل هذه التفاصيل. متابعينا بعد هذا الفاصل، الصحفي والناقد الرياضي محمد الصايغ نتحدث معه عن مباراة الهلال والنصر بالأمس وتوقعاته لمباراة الأردن وقطر، ونسأل ما هو الكارت الأزرق الذي هو قيد الدراسة الآن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ابقوا معنا. يعطيك العافية. أهلا بكم من جديد متابعينا. أحرز الهلال كأس موسم الرياض الودية في كرة القدم بفوزه على غريمه النصر 2-0 يوم الخميس على ملعبه الجديد كينغدوم أرينا في العاصمة السعودية، وبمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر بعدما غاب عن المباراة الأولى لفريقه والتي اكتسح فيها إنتر ميامي الأمريكي 6-0. حسم الهلال الفوز بفضل الصربي سيرجي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بعد عرضية لسعود عبد الحميد وسالم الدوسري الذي أضاف الثاني في الدقيقة 30 بعد تسديدة رائعة فوق الحارس راغد النجار. كأس آسيا 2023 عربي بطرفيه بعد وصول قطر على حساب إيران. متابع.
وللحديث عن هذه الأخبار الرياضية ينضم إلينا من القاهرة عبر الزوم الصحفي والناقد الرياضي محمد الصايغ. أرحب بك معنا محمد. بداية، بالأمس أحرز الهلال لقبه الأول بفوزه على النصر على ملعبه الجديد كينغدوم أرينا. هذا الملعب الذي حاز على جينيس كونه بني في 90 يوما فقط، ويشمل هذا الملعب أيضا عدد هائل من المقاعد للجماهير، وهذا يعكس تطور المملكة العربية السعودية تجاه عالم الرياضة. ما تعليقك أولا على هذا الملعب وكيف سيفيد نادي الهلال؟ في البداية برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. ما فيش شك ان مباراة الامس ما بين الهلال والنصر كانت مباراة كبيرة جدا، استطاع فيها النادي الهلال ان يقدم وجبة كروية دسمة لمتابعي الجماهير السعودية اللي الكرة السعودية اتطورت فيها بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة. وعايز أقول لحضرتك إن الملعب بالفعل دخل موسوعة جينيس بسبب إن هو أكبر ملعب فيما يخص السعة الجماهيرية، كما أنه أكبر ملعب داخلي. يمكن الملعب يتسع إلى 26,000 مشجع، تم بناؤه على 200,000 متر مربع. يمكن كان الافتتاح الخاص بالمباراة كان يوم 29 يناير الماضي، كما ما بين مباراة الهلال وإنتر ميامي. وعايز اقول لحضرتك ان هو ملعب مبني على احدث التقنيه في الاضاءه فيما يخص الشرق الاوسط وملاعب السعوديه بشكل عام. في شك ملعب هيفيد الهلال وهيفيد الكره السعوديه بشكل كبير خلال الفتره المقبله، باعتباره سيستضيف اكبر المباريات العالميه والمباريات الاوروبيه الكبيره ستتجه نحو السعودية من أجل اللعب على هذا الملعب الذي يمتلك العديد والعديد من التقنيات الحديثة. ما فيش شك لو ما كانش فيه هذه التقنيات ما كانش دخل موسوعة جينيس، فبكل تأكيد هو ملعب مفيد جدا للهلال والكرة السعودية. نعم. طيب، ما هي توقعاتك تجاه مباراة الأردن وقطر يا محمد؟ مباراة الأردن وقطر يمكن هي من أكبر الدربيات العربية التي ستكون في المنطقة العربية خلال الساعات المقبلة. هي مباراة كبيرة بكل ما تحمله الكلمة. يمكن منتخب الأردن ضرب موعدا مع المنتخب قطر في نهائي كأس آسيا. المباراة ستكون غدا، واعتبرها مباراة كبيرة جدا خصوصا في ظل المنتخب الأردن والكرة الجميلة اللي بيقدمها خلال الفترة الأخيرة. يمكن ده النهائي العربي اللي هيكون للمرة الثالثة بعد نسخة 96 ونسخة 2007. يمكن نسخة 96 كانت ما بين منتخب السعودية ومنتخب الإمارات، قدر منتخب السعودية أنه يفوز ساعتها وقتها على منتخب الإمارات بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. وكمان النهائي العربي الثاني جمع ما بين منتخب العراق ومنتخب السعودية، كانت نسخة عام 2007، وقدر منتخب العراق ان هو يفوز بهدف نظير. يمكن منتخب الاردن بقياده الحسين عموده قدر ان هو يفوز على كوريا الجنوبيه في مباراه نصف نهائي كاس اسيا، وكمان منتخب قطر قدر ان هو يفوز على منتخب ايران بثلاث اهداف مقابل هدفين. مباراه كبيره ستجمع بين منتخبين عربيين. يمكن منتخب الاردن اعتقد ستكون له الافضليه خصوصا في ظل الامكانيات وتطور الكره الاردنيه بشكل كبير في السنوات الاخيره. ويمكن كمان منتخب الاردن عنده نجوم كثيره جدا زي موسى اللي بيلقب به ميسي الاردن، اللي ليه صولات وجولات في مونبلييه الفرنسي، وكمان عنده العديد من المباريات الدوليه اللي تصل ل 54 مباراه سجل خلالها 13 هدفا. وكمان يزين النعميات اللي هو يعتبر من اخطر لاعبي منتخب الاردن. وده لا يغفل ان منتخب قطر مليء ومدجج بالعديد من النجوم زي اكرم عفيف ومحمد وعد وكمان المعز علي. اعتقد انها مباراه ستكون قويه، من الصعب التفاهم بنتيجتها او توقع نتيجتها، ولكن الافضليه قد تكون لمنتخب الاردن باعتبار الكره الاردنيه زي ما قلت لحضرتك تطورت بشكل كبير خلال الفتره الاخيره. طيب محمد، في موضوع اخر، هناك بعض التقارير التي تحدثت عن البطاقه الزرقاء، ما صحه تداولها وما هي بحسب معلوماتك؟ يمكن الفتره الاخيره اثيرت العديد من الانباء عن وجود كارت جديد سيتم تطبيقه في ملاعب كره القدم وهو الكارت الازرق. الكارت الازرق يمكن موقع الاتحاد الدولي
اتكلم ونفى فكره تطبيق الكارت الازرق خلال الفتره اللي جايه، ولكن صحيفه جارديان البريطانيه اتكلمت وقالت ان سيتم تطبيق الكارت الازرق في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي او في بعض دوريات الهواه من اجل تجربته ومن ثم اعاده تنظيمه وتحديد مدى امكانيه ادراجه في الدوريات الكبيره وتطبيقه في الدوريات الاخرى. يمكن الهدف من الكارت الازرق هو الحد من السلوك غير الرياضي الذي يصدر من جانب بعض اللاعبين في أثناء المباراة بسبب العصبية الزائدة، يمكن يتم إصداره في حالة اعتراض اللاعب في الفاول التكتيكي أو الاعتراض على الحكم. خليني أقول لحضرتك إن في اجتماع في الاتحاد الدولي سيكون يوم 2 مارس المقبل، سيتم في عرض مناقشة فكرة تطبيق الكارت الأزرق في بعض دوريات الهواة أو الدوريات الأخرى، ومن ثم سيتم تحديد بعد ذلك مدى إمكانية تطبيقه في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المقبل من عدمه. خليني أقول لحضرتك يمكن صحيفة جارديان البريطانية اتكلمت كمان إن فكرة الحصول على كارتين في حالة إشهار كارتين باللون الأزرق يعني الطرد المباشر للاعب، كارت أزرق وحيد يعني الطرد المؤقت لمدة 10 دقائق، أما في حالة حصول اللاعب على كارت أزرق وآخر كارت أصفر سيتم برضو منح أو إشهاره البطاقة الحمراء بشكل نهائي. لكن كلها أنباء أثيرت، والموقع الاتحاد الدولي طلع وأصدر بيان رسمي فيما يخص هذا الشأن ونفى تماما فكرة تطبيقه في الوقت الحالي، ولكن بعض الصحف العالمية تتحدث أن اجتماع يوم 2 مارس المقبل سيتم خلاله مناقشة هذا الأمر وتحديد مدى إمكانية تطبيقه خلال الفترة اللي جاية أو تحديدا في الموسم المقبل من عدمه. يمكن ده كل الحديث عن الكارت الأزرق وما أثير خلاله أو حوله في الصحف العالمية في الفترة الأخيرة. بالأمس تحدثنا مع الناقد الرياضي خالد عامر عن تولي حسام حسن لمنتخب مصر، ما هو تعليقك على هذا القرار؟ قرار صائب جدا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين قيمة كبيرة جدا في الكرة المصرية وهو العميد حسام حسن ليتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر. مفيش شك الكابتن حسام حسن يستحق قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ال 16 على يد منتخب الكونغو. بعدها على طول كان هناك غضب في الشارع المصري بسبب خروج المنتخب المصري بشكل مبكر من البطولة. منتخب مصر يمكن ليه الزعامة في البطولة الأفريقية، صاحب الإنجاز الأكبر وهو 7 بطولات أفريقية، لم يسبق لأي منتخب الحصول على مثل هذه البطولات، فبالتالي الجميع كان يتوقع تأهل منتخب مصر إلى النهائي. على الفور اتحاد الكرة المصري استجاب لرغبة الشارع المصري وتم تعيين العميد حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري، وسيبدأ مهمته على الفور خلال الشهر الجاري على أن يتبعه معسكر في الإمارات لخوض المباراة الودية، لخوض المعسكر الودي الذي يكون فيه بطولة دولية يشارك فيها منتخبات تونس وكرواتيا وصيف كأس العالم 2018 ومعاهم منتخب نيوزيلندا. بطولة ستنطلق يوم 22 مارس، يوم 25 مارس سيكون المنافسة على المركز الثالث والرابع، ويوم 26 مارس سيكون المباراة النهائية. في شك منتخب مصر والكابتن حسام حسن يسعى للظهور بشكل جيد في هذه البطولة باعتبارها أول مباراة له سيشاهد فيها العديد من اللاعبين، وسيكون فيها بعض العناصر الجديدة التي ستفيد المنتخب المصري. كل التوفيق وكل الدعم للكابتن حسام حسن في مهمته المقبلة، ويستطيع أن يصعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم 2026 ويتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة ليرضي الشعب المصري والجماهير المصرية المتعطشة مرة أخرى لحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية. إذن هل نتوقع اختلاف كبير في أداء المنتخب المصري خلال الفترات المقبلة، وكيف ستختلف عن الفترات السابقة؟ خليني أقول لحضرتك يمكن الفترة الماضية في المنتخب المصري كان هناك بعض التذبذب في النتائج، وكان هناك أكثر من مدير فني خلال الفترة الأخيرة، كابتن إيهاب جلال، روي فيتوريا، كابتن حسام البدري، أسماء كثيرة تولت قيادة منتخب مصر.
ولكن مع وجود كابتن حسام حسن سيختلف الأداء بشكل كبير، سيكون هناك روح جديدة وروح مختلفة لمنتخبنا الوطني، وهذا هو الأمر المعروف على الكابتن حسام حسن في الأندية التي قادها من قبل وله باع كبير في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري، مع بيراميدز، مع النادي المصري البورسعيدي، اللي هو يعتبر تميمة الحظ للكابتن حسام حسن. والجميع أيضا لا ينسى تجربته مع منتخب الأردن التي كانت تجربة قوية جدا، والجميع يعتبر الكابتن حسام حسن هو امتداد للراحل الجنرال الراحل الكابتن محمود الجوهري. أتمنى إن هو يكون امتداد للكابتن محمود الجوهري، ويقدر إن هو يسعد الملايين من المصريين التي تدعمه وتقف إلى جانبه في العديد من المباريات المقبلة بإذن الله. طيب دعنا نستغل وجودك معنا محمد ونسأل، ما الذي ينقص المنتخب المصري من أجل تحسين أدائه؟ يمكن المنتخب المصري كان هناك حالة من خليني أقول لحضرتك تذبذب النتائج بسبب كثرة المدراء الفنيين الذين تولوا القيادة الفنية للمنتخب الوطني. أعتقد في ظل وجود الكابتن حسام حسن سيكون هناك روح جديدة، روح مختلفة لمنتخب مصر. سيكون هناك كمان تعليمات من الجهاز الفني لمنتخب مصر للعديد من اللاعبين في رسالة قوية أنه لا يوجد أي مكان لأي لاعب لم يبذل عطاؤه ومجهود كبير داخل الملعب، وهذا الأمر يخص اللاعبين المحليين الذين يتواجدوا في الدور المصري وأيضا اللاعبين المحترفين. وخلينا أقول لحضرتك إن كلام كتير أثير في الفترة الأخيرة بشأن علاقة الكابتن حسام حسن بالنجم المصري وهداف فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح. عايز اقول لحضرتك من واقع حديثي مع بعض اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الساعات الاخيره عقب توليهم المسؤوليه، اكدوا لي ان هناك علاقه طيبه جدا ستجمع الكابتن حسام حسن بمحمد صلاح باعتباره قائد المنتخب المصري وباعتباره نجم كبير لا يبد أن يتواجد في منتخب مصر، ويبد أن يكون ضمن القوام الأساسي لمنتخب مصر. وخلينا أقول لحضرتك كمان أنك هيكون في زيارات كثيرة من الجهاز الفني لمنتخب مصر لنجمنا المصري محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه ومحمد النني والعديد من النجوم المصرية المتواجدة في الملاعب الأوروبية. في الشك سيكون هناك تواجد بشكل كبير للكابتن حسام حسن ودعم للعديد من اللاعبين سواء المحليين أو الأوروبيين، الكل هدفه واحد هو خدمة مصلحة منتخب مصر وقيادة منتخب مصر وعودته إلى منصات التتويج وحصد مزيد من البطولات سواء الأفريقية أو المنافسة بقوة في نسخة كأس العالم المقبلة 2026. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القاهرة عبر زوم الصحفي والناقد الرياضي محمد الصايغ. متابعينا فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقرير للجنة الخبراء تابعة للأمم المتحدة يؤكد أن تهديدات التنظيمات الإرهابية لا زالت مرتفعة. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع دخول العالم لعام 2024 لا زالت تهديدات التنظيمات الإرهابية مرتفعة بحسب لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وفق تقرير صدر حديثاً. ففي مناطق الصراع بأفغانستان والقارة الإفريقية ارتفعت مستويات التهديد في بعض المناطق ومن بينها أوروبا، وبحسب لجنة الخبراء الأممية فإن العلاقة بين حكام جماعة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة الإرهابي لا تزال وثيقة. ليقع التهديد الأكبر داخل أفغانستان على خلفية توسع تنظيم داعش في المنطقة وخارجها. أما على المستوى الإقليمي فأشار الخبراء كذلك إلى سلسلة الهجمات في إيران و باكستان المجاورتين والتهديدات في دول آسيا الوسطى، وعلى الرغم من عدم استرداد أي من الجماعات التابعة للقاعدة القدرة على شن عمليات بمناطق بعيدة، فإنها وبحسب لجنة الخبراء الأممية لديها طموحات عالمية فيما تفيد معلومات بجهود سرية لإعادة بناء القدرات العسكرية لديها. وكان تقرير أممي كشف عن تراجع نشاط تنظيم داعش في عدد من المناطق حول العالم ومعاناة التنظيم من صعوبات أمنية ونقص في التمويل،
فضلا عن وجود صراعات نشبت بين أمراء بالتنظيم وبعضهم البعض، ووجود حالات انشقاق في أفرع تابعة للتنظيم في أفريقيا. وقد أسهبت أخبار الآن في سلسلتي متلازمة طهران وجهات طروادة في رصد المشروع الإيراني لاختراق واختطاف طيارات وجماعات العنف والإرهاب بالمنطقة العربية، وتسخيرها لخدمة المشروع الإقليمي الإيراني، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخرا في تقرير رسمي. فهل تزداد تهديدات تلك الجماعات الإرهابية أم أن رقعتها ستتراجع؟ طائرة انتحارية إيرانية تستهدف سيارة مدنية في إدلب، وهذه الطائرات أصبحت مستخدمة بكثرة. نتابع التفاصيل. هذه السيارة التي تبدو خلفي في الصورة دمرت بفعل طائرة انتحارية استهدفتها. تعود هذه الطائرة الانتحارية للميليشيات الإيرانية ولقوات النظام. طبعا نتيجة هذا الاستهداف دمرت السيارة بشكل كامل، وأصيب سائقها، نقل على إثر هذا الاستهداف إلى المشفى لتلقي العلاج، وهو الآن داخل غرفة العمليات أو غرفة العناية المشددة. طبعا نلاحظ أن الاستهداف كان بشكل مباشر لهذه السيارة، وهي سيارة لنقل المياه، هذه قرية فريكا في ريف جسر الشغور. وهذه السيارة تعمل على نقل المياه للأراضي الزراعية، تعمل على نقل المياه للأهالي هنا في هذه المنطقة. تم استهدافها بطائرة انتحارية. الطائرات الانتحارية هي سلاح جديد تستخدمه ميليشيا إيران وميليشيا النظام باستهداف المدنيين. بالتزامن مع استهداف هذه السيارة هنا في قرية فريكا، أيضا استهدفت هذه الميليشيات سيارة أخرى في قرية آفس أيضا بطائرة انتحارية. هذه الطائرة الانتحارية هي عبارة عن درون مسيرة تكون محملة بمواد متفجرة شديدة التفجير، يتم من خلالها استهداف السيارات المدنية أو السيارات في المنطقة. طبعا تنفجر بشكل كامل داخل الهدف أو داخل السيارة التي يتم استهدافها. أنت اللي أسعفت المصاب، ما هيك؟ شو اللي صار؟ وين كنت؟ اللي صار كنه هو عم يشتغل مشروع الخيار والبندورة. باركي من جهة، الأخ من فوق ماشي في طيارة استطلاع هي انتحارية، بعرف. نعم. سمعت هيك انه صوت مثل صوت النحل، شو هذا يا عم؟ ضربت هيك وانه السياره انفجرت بالسياره. نعم، انفجرت السياره، ركبنا عليه مشتوح من السياره على الارض. هي السياره سياره ايش هو؟ السياره نقل مي. نعم. يا سيد الكريم، يعني بحدود الساعه 10:10 من صباح هذا اليوم انتبهنا إلى انفجار قوي جداً جداً، ظننا أنها طائرة قد ألقت بحمومها على أحد هذه القرى المجاورة، ولكن تفاجأنا أن طائرة انتحارية قد ضربت هذه السيارة، وهذه السيارة يعني مدن يقوم بتوزيع المياه للأراضي العطشة وللبيوت الذين هم بحاجة الماء، وإذا بالسائق كان قد أصيب بجروح خطيرة، أسعف على أثر إلى جسر مدينة جسر الشغور ثم إلى إدلب بالمشفى، والآن هو في العلاج في العناية المشددة. هل هذه السيارة فقط التي تم استهدافها أم تم استهداف سيارات أخرى في المنطقة هنا؟ طبعا يعني قبل هذه المرة استهدفت عدة سيارات، منها فوق هذا الجسر سيارة، وللغرب قليلا استهدفت ما يقارب 5 سيارات أيضا لأناس مدنيين مزارعين أو رعاة أغنام فقط. شكرا جزيلا لك. الله يعافيك. إذن كما تحدث ضيفنا، الاستهداف كان مباشرا لهذه السيارة، السيارة المدنية التي تعمل على نقل المياه للمدنيين. طبعا هذا السلاح مستمر، سلاح ميليشيا إيران وقوات النظام مستمر بحصد أرواح المدنيين، باستهداف سياراتهم، باستهداف تجمعاتهم، باستهداف كل ما هو يتحرك في مناطق ريف إدلب وريف حلب والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام عموما. محمد الفيصل، أخبار الآن، ريف إدلب. تعيش تركيا أزمة اقتصادية بسبب السياسات النقدية الخاطئة طوال السنوات الماضية، الأمر الذي نتج عنه تراجع كبير في قيمة الليرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أن كانت تركيا مبشرة بنموها الاقتصادي السريع وبيئة الأعمال النابضة بالحياة، فإنها تكافح اليوم لترويض أزمة التضخم التي تهدد آفاقها على المدى الطويل، حيث تشهد الليرة التركية حالة من التراجع بسبب عوامل سياسية واقتصادية وعالمية، كما أن ارتفاع معدلات التضخم يضر بالأعمال التجارية والأسر والآفاق طويلة الأجل. وتشمل استراتيجيات معالجة الأزمة تعزيز البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي من منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد. وأدت السياسات النقدية غير التقليدية وأسعار الفائدة المنخفضة في الماضي إلى سوء الإدارة الاقتصادية وفقدان ثقة المستثمرين في تركيا. وتسببت هذه السياسات التي تأثرت بقرارات محافظ البنك المركزي في مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية. كما واجهت تركيا مؤخرا مصاعب إضافية تمثلت في زلزال مدمر، ولم تؤثر هذه الكارثة الطبيعية على البنية التحتية المادية للبلاد فحسب، بل زادت أيضا من العبء الاقتصادي. وتشعر الأسر في تركيا بالضائقة، حيث أن ارتفاع الأسعار وركود الحد الأدنى للأجور يزيد من صعوبة تغطية نفقاتهم، ويمكن أن تؤدي الضغوط المالية على الأسر إلى انخفاض مستويات المعيشة، حيث يضطر الناس إلى تقليص الإنفاق ويكافحون من أجل توفير الضروريات مثل الغذاء والوقود. القصة الكاملة لتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند، نتابع التفاصيل. كانت مجموعة تشاينا إيفرغراند يوما ما أكبر شركات التطوير العقاري في الصين من حيث المبيعات، لكنها تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لأزمة ديون، وأصبحت مثالا واضحا لأزمة العقارات في الصين منذ العام 2021. تعد إيفرغراند للعقارات واحدة من بين ثماني صناعات أساسية تمتلكها المجموعة الرئيسية، وتأسست عام 96 في مدينة كوانشو جنوب الصين خلال الأزمة المالية الآسيوية، وطرح أول عقار طورته الشركة في عام 1997 وبيع بالكامل خلال ساعتين فقط، حيث حقق حجم مبيعات قدر ب 80 مليون يوان صيني، وهو ما منح الشركة القوة والثقة للانطلاق. بقيت الشركة خلال سنواتها العشر الأولى تعمل في مدينة كوانشو، وبعد 2006 توسعت إيفرغراند للمدن الرئيسية الأخرى، لكن التحول الأبرز للشركة كان عام 2009 عندما أدرجت في هونغ كونغ لتصبح إحدى المؤسسات العقارية من البرنامج الرئيسي الصيني ذات القيمة السوقية الأعلى في هونغ كونغ. بحلول نهاية 2011 كانت الشركة قد طورت أكثر من 200 مشروع في أكثر من 120 مدينة رئيسية في الصين. وفي 2016 أدرجت إيفرغراند ضمن قائمة أفضل 500 شركة في العالم، وأصبحت أول مطور عقاري في العالم ينضم للقائمة. كيف حدث التحول في مسار الشركة العملاقة؟ منذ العام 2021 أصبح اسم مجموعة إيفرغراند يتصدر عناوين الأخبار بسبب أزمة ديون خانقة. تخلفت الشركة لأول مرة عن سداد ديونها الخارجية في ديسمبر 2021، مما أثار أزمة سيولة في قطاع العقارات ودفع الكثير من المطورين الآخرين للتخلف عن السداد أيضاً. وفي نهاية يونيو حزيران الماضي أعلن عن وصول ديون الشركة إلى 328 مليار دولار، ووضعت السلطات الصينية رئيسها وي كانيان قيد الإقامة الجبرية، كما وتم تعليق تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ. أمضت المجموعة سنوات في محاولة إقناع الدائنين بدعم خطة إعادة هيكلة للديون، لكن احتجاز الكثير من مسؤوليها التنفيذيين بمن في ذلك الرئيس هوي كانيان أدى إلى قلب المفاوضات رأساً على عقب. في 29 من يناير من العام الحالي قررت محكمة في هونغ كونغ تصفية المجموعة، ما يعني بداية عملية شاقة لتقسيم واحدة من أكبر ضحايا أزمة الديون العقارية التي دامت لسنوات وانتشرت آثارها على مستوى الصين. ما هي تداعيات الأزمة وتأثيرها على ثقة المستثمرين؟ ك
كان تخلف إيفرغراند عن السداد بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لصناعة العقارة الصينية، وأدى لأزمة سيولة في القطاع. ومنذ ذلك الحين تخلف أكثر من 50 مطوراً عن سداد ديونهم، وفقد الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم. حسب بيانات مكتب الأحصاء الصيني، انخفضت مبيعات المنازل المشيدة حديثاً في البلاد بنسبة 6% عام 2023 لتعود لمستوى لم تشهده منذ عام 2016، كما تراجعت الأسعار أيضاً حتى في أغنى مدن البلاد. وفقدت الحكومة المحلية الصينية مصدراً رئيسياً للإيرادات مع تراجع مبيعات الأراضي، كما خلفت قضية المجموعة هزة جديدة في ثقة المستثمرين بقطاع العقارات في الصين، مع تأكد السوق من عدم قدرة المطورين على الوفاء بالتزاماتهم بعد أن فرضت السلطات قيوداً على الاقتراض المفرط. كما واجه مطورون آخرون، بما في ذلك شركة كانتري جاردن أكبر مطور عقاري في الصين، مشاكل حيث امتدت أزماتهم إلى أسواق المال داخل البلاد وخارجها. من هم المقرضون؟ الغالبية العظمى من الأموال المدينة بها إيفرغراند هي لمقرضين في البر الرئيسي الصيني، الذين لديهم سبل قانونية محدودة للمطالبة بأموالهم، ومنهم شركة توب شاين جلوبال. ما هو مصير الشركات التابعة لإيفرغراند؟ بحسب الخبراء، فإن قرار تصفية إيفرغراند لا يضع جميع الشركات التابعة لها في حالة تصفية، لكن المصفيين قد يسعون للسيطرة على بعض الشركات التابعة بعد إجراء تحقيقات. وللقيام بذلك، فإنهم إما يسعون لوضع الشركات التابعة تحت التصفية أو عن طريق تعيين أنفسهم كمديرين لتلك الوحدات التابعة. رغم إصدار محاكم هونغ كونغ ما لا يقل عن 3 أوامر تصفية لمطورين صينيين آخرين منذ اندلاع الأزمة العقارية عام 2021، إلا أنه لا يمكن مقارنة أي منها بقضية إيفرغراند، حيث تفوقهم المجموعة من حيث التعقيد وحجم الأصول وعدد أصحاب المصلحة، كما وتحظى قرارات التصفية في هونغ كونغ باعتراف محدود في الصين. وهنا يرى خبراء أن عملية التصفية ستكون صعبة وطويلة، نظراً إلى أن معظم أصول المجموعة موجودة في البر الصيني، فإن هناك شكوكاً حول كيفية قيام الدائنين بالاستيلاء على الأصول والسداد لحاملي السندات في الخارج، ويمكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة للمساهمين. فصل أخير متابعينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. المتفائلون بالتكنولوجيا، حركة سياسية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن هم وما الهدف من تلك الحركة؟ نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. المتفائلون بالتكنولوجيا حركة سياسية جديدة وقوية ولديها تمويل جيد في أمريكا، لكن ماذا نعرف عنها؟ وفق موقع أكسيوس، فإن هذه الحركة معظمها من الرجال الأمريكيين الأثرياء، ويشغلون وظائف في قطاع التكنولوجيا أو يملكون شركات أو صناديق استثمار. وبنى المتفائلون بالتكنولوجيا أفكارهم على فلسفة تشبه الحركة السياسية غير المنظمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والمشروعات الصحفية الجديدة والتبرعات السياسية والنشاط السياسي. وحسب الموقع، فقد غير هؤلاء الأباطرة سياسة منصة التواصل الاجتماعي إكس بأكملها، وقاموا ببناء شبكة بث صوتي بودكاست قوية وشعبية. لكن إلى ماذا تهدف حركة المتفائلون بالتكنولوجيا؟ المتفائلون بالتكنولوجيا يعتقدون أن التكنولوجيا ستنتج الخير أكثر من الشر، ويدعمون أيضاً حرية التعبير عن العقيدة والذكاء الاصطناعي والأفكار المناهضة لوسائل الإعلام التقليدية والصواب السياسي وإجماع النخبة. كما يؤمنون بأن التكنولوجيا تحررية، وأنها تحرر الإمكانات البشرية والنفس البشرية والروح الإنسانية. المتفائلون بالتكنولوجيا والسياسة، رغم أن الحركة ليست حزباً سياسياً وهي فلسفة، فإن بعض المستثمرين المليارديرات في مجال التكنولوجيا الذين يمولونها ويغذونها يتحدثون بشكل خاص على أنها قريباً ستكون حزباً. أما في الوقت الحالي، فيعد المتفائلون بالتكنولوجيا اتحاداً فضفاضاً لأشخاص أقوياء جداً لديهم عدد كبير من المتابعين الذين يتشاركون المنصات والأفكار ولا
الأساليب والمعتقدات وفق أكسيوس. ولديهم منصة إكس المملوكة من قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، حيث يشنون حرباً فيها ضد التفكير والمؤسسات التقليدية. المتفائلون بالتكنولوجيا ومنصة إكس: وفق أكسيوس، فقد تحولت إكس من معقل للتفكير الجماعي لوسائل الإعلام السائدة في عام 2020 إلى معقل للتفكير الجماعي التكنولوجي المناهض للمؤسسة في هذه الانتخابات، فهم يرحبون ببعضهم بعضاً من خلال إعادة التغريدات والمقابلات الخاصة على إكس فقط. كذلك لدى المتفائلون بالتكنولوجيا نظام بيئي إعلامي متنام يعمل عبر الإنترنت ويحظى بمشاركة كبيرة على إكس. غالباً ما يقوم هؤلاء الكتاب مثل مات تايبي المؤلف والصحفي ومذيع البودكاست، وباري ويس الصحفية والكاتبة، وغلين غليتوارد الصحفي والكاتب الحالي والمحامي السابق بالترويج لبعضهم بعضاً والحصول على دعم في ملفات البودكاست. من هم مشاهير هذه المجموعة؟ من بين أعضاء هذه المجموعة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والمشارك لشركة رأس المال الاستثماري القوية أندرسون، ورجل الأعمال والمستثمر الأمريكي بن هورويتز، والملياردير بيل أكمان وغيرهم. إضافة لكونهم مشاهير، لوحظ أن لهم تأثيراً حقيقياً ومتزايداً في السياسة الأمريكية. وبحسب موقع أكسيوس، يقحم المتفائلون بالتكنولوجيا أنفسهم في سياسة كل شيء. يتم توزيع وجهات نظرهم ورائهم على نطاق واسع في ملفات البودكاست، ولا سيما برامج روغنز وأول إن وليكس فريدمانز. وساعد المتفائلون بالتكنولوجيا في تعزيز فيفيك راماسوامي خلال ترشحه لانتخابات الحزب الجمهوري، كما دعم روبرت اف كينيدي جونيور مرشحا مستقلا. ووفق أكسيوس، فإنه بحال كان لدى المتفائلين بالتكنولوجيا مرشح سياسي فهو روبرت كينيدي جونيور، ولكن إذا رأوا أنه غير قادر على الفوز فمن المرجح أن يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من الرئيس جو بايدن، وذلك بناء على ما يعلنون عنه في البودكاست. وبحسب الموقع، فإن عشرات الملايين من الأمريكيين خارج المدن الكبرى يستمعون إليهم أو يقرؤونهم أو يتابعونهم. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا أخبار الآن .net. شكرا لحسن استماعكم، في أمان الله.